بدأ مع كابتن المنتخب كابتن معتز. يعني البداية لقيتنا خوفنا الخسارة من المغرب وانت كابتن تيم، ازاي قدرتوا تخرجوا من الجو ده بسرعة؟ والله يا كابتن شوبير، يعني هو فعلا اول ماتش كنا حاطين امل كبير ان هو هيفرق معانا كتير قوي، ان هو يريحنا ويخلي الامور بالنسبة لنا ابسط. بس احنا عملنا ماتش كويس جدا، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا هنكسب وكنا كويسين، بس يعني الحمد لله ما كانش في توفيق والماتش خلص 2-1. بعد الماتش قعدنا مع نفسنا ولمينا بعض ان احنا لازم نكسب ولازم باي طريقه نعدي من الموضوع دوت ونكون موجودين في افريقيا، عشان احنا يعني احنا كنا 20 واحد بس بنلعب باسم جيل كامل. صح، يعني في كام لعيب 2005 و2006 كان نفسهم ان هم يكونوا موجودين. مزبوط. على الاقل عشان يحاربوا ان هم يكونوا موجودين عشان مستقبلهم، فكان دي اكتر حاجه موجوده في دماغنا دايما واكتر حاجه بنتكلم فيها، ودي النقطه الاساسيه اللي خلت عندنا فيه روح، وان احنا لاخر نفس ان شاء الله هنكون موجودين في افريقيا. وده اللي حصل يعني، وده اللي حصل. احمد عبدين عندك خبرات، يعني لعبك مع الاهلي السنه اللي فاتت، فنشت مع النادي الاهلي الفريق الاول، لعب مباراتين، انتقلت الى سيراميكا، موجود في الـ في الـ في القايمه في الـ في المباريات، سواء امام الاهلي وامام الزمالك النهارده حتى، ولا امبارح في المباراه موجود في القايمه. بقى عندك خبرات كبيره شويه، يمكن ما بداتش شويه، كان عندك اصابه في الاول ونهيت في المباراتين الصعبتين امام ليبيا وامام تونس. فهمني ازاي قدرت تقعد تتكلم مع زملائك الموقف الصعب، ما كنتش بادي الفرقه مع الفرقه، بعدين بديت لما اتحطيت في المباراه الصعبه، ازاي تغلبت على المواقف الصعبه دي وتاهلت؟ يعني طبعا اهم حاجه عندنا كان المكسب، ده اهم حاجه اساس. مش مهم ان انا العب او ما العبش، صحيح اللي بيلعب مكاني بيأدي كويس، ويعني كلنا بنكسب في الاخر، بيبقى اسم منتخب مصر هو اللي كسب، مش انا او مش فلان، يعني مش اسامي. فيعني طبعا كنت بشجع زمايلي في كل حاجه، في المحاضرات كنا بنعمل محاضرات نتكلم مع بعض، نقعد مع بعض مع بعض، بالذات بعد اول ماتش بتاع المغرب، ان احنا عايزين نفوز، عشان زي ما معتز قال احنا بنلعب لجيل كامل. فيعني طبعا كانت تصفيات، واحنا عارفين ان التصفيات اصعب من البطوله نفسها، اصعب من النهائيات طبعا. فيعني ان احنا كنا عايزين نعدي بس الخطوه دي، عشان ان شاء الله نروح افريقيا ونعمل شغل عليه ونروح كاس عالم ان شاء الله. امتى حسيت انها اتصعبت؟ يعني طبعا بعد اول خساره وبعدها التعادل بتاع الجزائر، عشان احنا كنا بقى مستنيين ان نشوف المغرب هيعملوا ايه، وغير المغرب خلاص، مصيرك مرتبط بغيرك. بالظبط كده، يعني غير ان المغرب خلاص صعدت، كنا مستنيين نشوف تونس والجزائر برضه. فيعني ان احنا مستنيين الاول نشوف تونس هتعمل ايه، وبعدين احنا نشوف مستوانا، بس احنا ركزنا مع نفسنا ان احنا نكسب ونسيب بقى على ربنا. ماتش تونس والجزائر كان لازم نتيجه معينه، يا اما تونس تكسب صح او تتعادل عشان تكمل، عشان احنا نكمل، لان لو الجزائر كسبت خلاص. احكي لي الماتش ده بقى، صح كده ولا هو ما كانش خلاص؟ هو كان في فرصه ثانيه في ماتش ثاني كانت ليبيا، برده كان لازم يحصل نتيجه سلبيه للجزائر. بس كان معروف الجزائر هتكسب ليبيا، يعني ليبيا يعني تتاخرهم، ما عندهمش استعداد كامل يعني، لكن هو كان الفيصل تقريبا تونس والجزائر. عشت بقى مباراه تونس والجزائر ازاي؟ لان انا هحكي لكم قصه احنا عشناها شبيهه بدي بالظبط. احنا الماتش ده بالذات، ايوه، يعني يمكن الماتش الوحيد اللي تقريبا ما كناش عارفين نتفرج عليه. ليه بقى؟ عشان كان عندنا تمرين في نفس الوقت. الراجل عامل لكم تمرين في نفس الوقت؟ كان عندنا تمرين كان في نفس الوقت. انا كنت موجود في المدرجات في الماتش ده. ليه بقى؟ عشان انا كان لسه راجع من المستشفى، كان عندي شبر ارتجاج كده بعد ماتش ليبيا، وكنت اخد برضو انذارين، عشان كده ما كنتش هلعب ماتش تونس. ايوه فروحت مع الجهاز الفني انا ومحمد السيد، لعبنا نادي الزمالك نتفرج على الماتش. ايوه رحت اتفرجت. طب كويس. طب بتابعوه ازاي؟ ده اسخم وادل ان انتوا عايزين، اصل لازم كل واحد فيكم اكيد مقعد حد من موبايل بتاع بيساله كده من ورا الراجل. ما احنا كنا في الاتوبيس اليوم ده واحنا رايحين التمرين، على التليفونات بقى الماتش شغال، طبعا كل واحد ماسك تليفونه شغال. الماتش كان صعب جدا، يمكن الجزائر جالها ضربه جزاء وضيعوها. ايوه، وتردد جول لتونس. احنا في الاتوبيس طبعا ما حدش اتوسع، يعني كلنا فرحه. ميكالي ما قالش حاجه؟ كان ساعتها مستر ميكالي ومعتز ومحمد السيد في كانوا في الملعب، في الملعب بيتفرجوا من الملعب. طيب احكي لي انت بدايه البطوله اتخبطت في دماغك تقريبا؟ ده كان الماتش الودي اللي قبل البطوله. لا انت كنت لاعب اول مباراه وانت رابط دماغك، يعني خدت كام غرزه؟ ثلاثة. ما شاء الله، خفاف كده على الماشي يعني. كان الماتش الودي اللي قبل البطوله على طول، كان ماتش تنزانيا، اتخبطت في دماغي لعبنا مرتين تنزانيا مش كده؟ واحد تعادل واحد كسبنا صح؟ واحد كسبنا. ودخلنا البطوله كده بقى. بس